نعم. قال رحمه الله: عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. تقدم الكلام على العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وأن علو الله عز وجل على نوعين: علو الله عز وجل على عرشه وفي السماء، والعرش فوق السماء السابعة، والله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. وأيضا فإن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هذا أمارة وعلامة على الإيمان، كما جاء في الصحيح لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما ضربها سيدها وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فالله سبحانه وتعالى له العلو بنوعيه: علو الذات وعلو القدر. وعلو القدر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما سبق. وعلو القدر، علو المنزلة، وكذلك أيضا القدر، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، العزة وكذلك الإذلال لمن شاء، القدرة والرحمة واللطف والرزق والإحياء والإماتة، له الكمال في ذلك سبحانه وتعالى. قوله بائن من خلقه، ويريد العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة تقرير جملة من المعاني. من هذه المعاني رد ما يقول به الحلولية من الجهمية الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، وإذا سئلوا عن الله قالوا هو في كل مكان، سئل عن كل مكان تدرجوا في هذا الأمر فقالوا هو حال في كل شيء، حال في كل شيء. حتى منهم من يقول ويبالغ في ذلك يقول: إن الله حال في ذواتنا، إن الله حال في ذواتنا، وتسلسلوا في هذا. والأصل في هذه البدعة المضلة هو نفي استواء الله عز وجل على عرشه. بدأوا من هذه المسألة فنفوا استواء الله عز وجل على عرشه، وتأولوه على جملة من المعاني، وحملهم ابتداء ربما ورع وربما إفساد لدين الله عز وجل بالهوى، إفساد بالهوى. منهم من يروم حسن القصد تنزيه الله عز وجل عن العلم بعباده، ولا يلزم من علم الله عز وجل بعباده أن يكون حالا في مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل كمال العلم في ذلك أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، سواء يعلم الله عز وجل أمر الغيب وأمر الشهادة، كان عبده قريبا منه أو لم يكن قريبا منه، فلله عز وجل الكمال في ذلك. ثم لما نفوا علو الله عز وجل واستوائه يسألون: أين الله إذن؟ أين الله إذن؟ يقولون: الله عز وجل في كل مكان. ثم توسعوا في هذا: الله في كل مكان، يلزم في هذا أنه موجود في الجمادات، موجود في البشر، موجود في كذا، فيتوسعون في هذا حتى يقولون: أين الله؟ يقولون: في حال في ذواتنا. حتى التزموا فيما هو أبعد من ذلك في مسألة حلول الله عز وجل فيما يستقدر، هل الله حال فيه أو ليس بحال فيه، في مسائل المزابل، وكذلك أيضا فيما يتوحش الناس منه في أمور المقابر أو الحمامات وغير ذلك، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. فبلغ بهم الضلال في هذا الباب حتى قالوا: ما في الحش إلا الله. أو منه حتى منهم من بلغ في ضلاله أن يمر بجيفة كلب يقول: الله ها هنا، يعني حتى أن الله عز وجل يحل في هذه الأشياء، فأوغلوا في هذا. حتى بشر المريسي في هذا كان إذا سجد لشدة انحرافه وإيمانه بهذا الضلال، إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا لنفيه علو الله عز وجل على عرشه، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن المؤمن لا يسلم له دينه حتى يمر نصوص الشريعة كما جاءت، فيثبت لله عز وجل علوه واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه، ويثبت لله عز وجل علمه وإحاطته بخلقه وكماله سبحانه وتعالى في ذلك، ويمسك عما عدا ذلك. فالالتزام في أمثال هذه التفاصيل أدخل كثير من الطوائف في دائرة الزندقة والإلحاد، حتى منهم من نفى الكفر فجعل الناس كلهم مؤمنون وكلهم في الجنة،
وكلهم في الجنة. فيقول إذا كان الله عز وجل يحل في عباده وحال في كل مكان فكيف يعذب الله عز وجل من هو حال فكيف يعذب الله من هو حال فيه. وكذلك أيضا في الأصنام إذا كان الله عز وجل يحل في كل مكان فيلزم من ذلك أنه حال في الأصنام، فمن سجد للصنم هو يسجد لله لا يسجد لله، فهو ما عبد إلا الله فما عبد إلا الله. ثم يبحثون إلى التماس الأقوال في هذا الأمر، فيلتمسون في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني قدر، فالله قدر على عباده أن يعبدوه سبحانه، فمن سجد للصنم فلا يعبد إلا الله لأن الله قدر عليه. ولو نظروا في تكملة الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيلزم الناس أن الرجل إذا ضرب أمه وأباه أنه بار به لأن الله قدر عليه هذا الشيء. هل يقول بذلك عاقل؟ لا يقول بذلك عاقل، فالذي قدر عبادة الله هو الذي قدر طاعة الوالدين إذا كان تقديرا. ولهذا تفسير القضاء هنا أن القضاء على نوعين، قضاء قدري كوني وقضاء شرعي، والقضاء الشرعي هو المراد في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى وأمر، كما فسر ذلك جماعة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن المراد بالقضاء هنا هو الأمر، أي أمركم الله بتوحيده سبحانه وتعالى وببر الوالدين. ولكن قد يقع من العباد شيء من ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. ويوغلون في هذا الباب حتى دخلوا بتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى، فتعطيل أحكام الله كيف يقتص من الضارب، وكذلك أيضا في مسائل النكاح وغير ذلك أذاب، وجعلوا الأمور أن يكون النكاح فيما شاء، حتى بلغوا في هذا ما يسمى بالحلول والفناء في بعضهم، يعني أن الكون قطعة واحدة فلم يكن ثمة مقام للتحريم. فحتى يتخيل بعضهم أن الذي أمامه هو وأن هو الذي أمامه، حتى ذكر بعض الأئمة أن أحدهم كان واقفا على نهر فسقط صاحبه بجواره فلحقه فقال سقطت أنت فظننتك أنك أنا، يعني أن كنا نظن أن بعض فسقطنا جميعا. وهذا نوع من الهوس في هذا الباب. بدأوا من الضلال بماذا؟ بدأوا من الضلال بنفي العلو، انظر إلى أين تسلسل وانتهى في هذا. ولهذا نقول دائما أن البدعة في بدايتها لا ينظر الإنسان إلى لوازمها ثم تنتهي به إلى ضلال، تنتهي به إلى ضلال، قد لا تنتهي به في العقد الأول ولا العقد الثاني، بل تنتهي به إلى ما بعد ذلك. أما تجد العقيدة الصحيحة فهي سالمة تلتزم بها ولو مضى عليك قرون انظروا إلى بدعة الرفض، في هذا لما بدأوا في مسألة عصمة الأئمة، وأن الإمام هو النائب عن الله وهو الذي يبلغ عن الله، لأنهم يحتاجون إلى مشرع، إذا كذبوا الصحابة وافتروا عليهم يحتاجون إلى مشرع يبلغ عن الله، من أين يأخذون الشريعة؟ يأخذونها من الإمام. فجعلوا عصمة الأئمة، وجد الإمام، ولد للثاني، ولد للثالث، ولد للرابع، وجدوا إماما لم يولد له، توقف حينئذ، تعطل مسألة التشريع، ابتدعوا، هل يرجعون إلى صحة العقيدة؟ كابروا وأحدثوا مسألة الغيبة، قالوا ولد له ولكنه دخل في السرداب، ثم بقي في هذا الأمر، دخلوا في دائرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن عقائد الضلال يتولد فيها الضلال، ولهذا تشعب الضلال عند الرافضة، دخل في السرداب بقي لديهم، هو داخل في السرداب من الوسيط إليه؟ كل يبتكر أنه رآه، وأصبح الوسائط لديه شعب، لا أحد يستطيع أن يكذب هذا لأنه لو كذبتني كذبتك، فاسكت عني أسكت عنك. ولهذا كل يلتقي به ويسكت الدجال هذا عن هذا الدجال، وبقوا في دين من الخرافات في هذا الباب. ولهذا نقول إن العقائد الفاسدة تنتهي إلى ما لا نهاية به من أمور الفساد، والعقائد الصحيحة تبقى على صواب ولا يحدث فيها فساد إلى أن يرث الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى والأرض ومن عليها. ولهذا هنا في كلام المصنف رحمه الله بائن من خلقه، أراد أن يبين أن ما عليه أهل الضلال من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله عز وجل حال في كل مكان، أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ عن عرشه بائن من خلقه، ضد كلام أهل الضلال الذين يقولون إن الله حال فينا وحال في كل مكان لالتزامهم. ودافعهم لذلك الالتزام أنهم التزموا بالباطل لأنهم فتحوا أوله، والتزموا بالباطل حتى لا يخاصم،
فقالوا إن الله في كل مكان، جاءهم حاجهم في كل مكان، هل يشغل من مكان؟ لأن إذا قلت أنه لا يوجد في مكان فما المانع أن لا يوجد في غيره؟ ألا يوجد في غيره؟ هل يوجد في ذواتنا؟ قلنا في ذواتنا. في أمور النجاسات هل يوجد ما يوجد؟ لا يريدون أن يجعلوا بابا يلتزمون به، فاندرجوا في هذا الباب ووقعوا في ضلال.